السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورستور، أهلا ومرحبا بكم. أولا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا علامة الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. انفعال رئيس الزمالك بعد نهاية الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي. ظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منفعلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، وذلك في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد بطرسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدوري الممتاز. وكان الشوط الأول بين الزمالك والإنتاج الحربي قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما دخل الفريق الأبيض المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 مباريات وهزيمته في 3 لقاءات، فيما يحتل الإنتاج الحربي في المركز 12 برصيد 37 نقطة بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في 13 لقاء وهزيمته في 11 مباراة. وإليكم الصور والتفاصيل.